السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غنبداو السلسلة ديالنا ديال التنبات. غنبداو اليوم بالعقيق المكركب الصغير. ندير مجموعة ديال الطرق دي باش غادي نبتو بالعقيق الصغير المكركب. وهذا كيما شفتو هذا عقيق، هو دايا القياس ديالو في الألوان والأشكال، في غير الالوان هما الاشكال، شكل واحد هو مكوش، كل واحد فيه الالوان، وفيه اللي كيكون ماط بحال هذا، وفيه اللي كيكون فيه البغيونس بحال هذا كيكون تايبري. غادي نحتاجو لباري ديال التنبات رقم 12، ها هي دي، ونحتاج الشمع والخيط ديالنا باش غادي نخيطو باش نبتو ونقيس. على بركة الله ان شاء الله غادي نبداو التنبات ديالنا. درت لكم اليوم واحد الربع ديال التشكيلات فهادو ديال بهذه الطريقه اللي بديتهم. غنديروا الشكل هكذا ديال السلسله كيجي شي مرشي، وغنديروا هذا ديال الضفيره، وغنديروا هذا الموديل هدايا عطى هذا الشكل هكذا، وغنديروا الوريدات الصغار هكذا. يعني كاين بالنسبه للعقيق الصغير المكور والله يعني موجود ما يدار به، موجود الاشكال اللي غيداروا به، رشيمات غيطلعوا بحال دابا الرشيمات يطلعوا مع السفيفه، يطلعوا في الطويق، يطلعوا في بلاصه الملاقيه، يطلعوا مهم فيه ما يدار يتنبت في صدر البريدات هكذايا. المهم بزاف التشكيلات ان شاء الله. انا كل مره غادي نحط لكم شكل ان شاء الله، نحط لكم بعد هذا واحد جوج دروس ولا ثلاثه النويعات ديالهم باش اللي زعما اللي حاضرين دابا نصوبهم. ومع حنا ماشيين مع حنا باقيين ماشيين مع الرشيم وداكشي، وبدا نوريكم طرق اخرى ان شاء الله. بسم الله على بركه الله غادي نبداو هذا الشكل هذا. نخدم غير بالفيغ الخضر هكذا، هي صراحه هكذا كيسهل لي باش كتلوح قدام كتا كيسهل تنبت حسن ما تاخذ في يدك وتنبت. كناخذوا الابره ديالنا كديروا سطير بحال دابا كنهضر مع المبتدئين بطبيعه الحال، هادشي كله ديال البنات اللي عاد بادين يتعلموا المبتدئات، ما تبارك الله اللي عارفين راهم عارفين. تحاولوا ترشموا سطير هكذايا غير بالقلم ولا شي قلم الرصاص هكذا اللي باش هو تيبان في نفس الوقت ما يبانش في الثوب. تنجيو لهنايا باش نجيو مع السطر، الاول السطر بحال دابا هادي ديجا بديتها كنجي في الوسط ديالها. هنايا انا طالعه بستة الحبات، وكل وحده تمشي على حسب دير القياس اللي تمشي على القياس اللي بغات. جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة الحبات ديالنا. تنقدو هكذا وتنشوفو القياس ديالنا فين وصلنا ديال العقيق، وتنجيو مع السطير اللي رشمنا متنبعدوش عليه بزاف غير شويه، وتندخلوا الخيط ديالنا. عاودوا نفس الاخر من التحت، تنجيو حتى للوسط، تنجيو مع السطر، مع السطر ديالنا اللي درنا ليه رشمنا بالقلم، تنجيو في وسط هاد ستة الحبات، نجيو في ثلاثه ونديروا نفس العمليه. عاود ناخذ ستة، المهم داكشي باش بديتو درتو ربعه سيرو بربعه، درتو خمسه، المهم داكشي باش بديتو باش تمشيو نفس القياس ديال العقيق، وغتمشيو ديما طالعين مع هاد السطر كما قلت لكم هكذا. ملي كتكون تخدم وداكشي راه كتجيك ساهله باش تعرف فين تحط الابره، ولكن بالنسبه كمبتدئات خصكم ديما ديروا هاد الطريقه هادي هكذايا. كتعبري كتشوفي قياس العقيق فين واصل، وكتخرجي شويه على السطر وتصوبي. وحنا ماشي نرجعوا للوسط ثلاثه، عاودو نديرو ستة الحبات ديالنا كيما قلت لكم كل وحده وشنو ستة تمنية على حسب شنو القياس اللي بغيتي تجيك ديك السنسله طويله. ديري ستة تمنية، بغيتي تجي صغيره سيري بربعة، المهم على حسب نتي، وربعة خمسة على حسب اللي بغيتي. هنا ستة نفس الطريقة، نعاود نقرب شوية لداك الخط اللي رسمت، ماشي في وسطو غير شويه نبعد عليه باش ما نبعدش عليه بزاف هكذا. نتمنى يكون باين لكم فين نبدا تنكمل الخدمه ديالي.
ربعة، خمسة، ستة، ستة. ربعة، خمسة، ستة. كما قلت لكم تكون عندك ميزة ديك الساعة ملي كتكون كتخدم غير تتجيك هياتك، ديما تنرجعو للوسط تما تكون واضحة. ثلاثة وربعة، خمسة، ستة. ستة الحبات ديالنا، عاد نرجعو كيما دا شوية تنخرجو على داك الخطيط اللي تراسينا تنخدمو، عاد نرجع للوسط ديال العقيق ديالنا ونكملو هكا حتى كتكمل هاد الغصن. هدا طلعو مع جناب التسفيفة، تخدم به الغصن ديال الوريضات، بزاف ما يدار به. نتمنى ان شاء الله تكون الطريقة واضحة في هاد الشكل. احنا كملنا، تيجي هكدا مزالين، تيجي بحساس. لا ندوزو ل معقدة في الخيط، ندوزو ل الشكل التاني. ندوزو دابا للشكل التاني اللي كنت باديه. تنجيو حتى هدا ديما نفس، ديما عندنا سطر مرشوم، نجيو في الوسط ديالو. هنا ديما تنبداو من الوسط من تحت، دابا نديرو بحال اللي عاد بادين من الاول. حتى هدا ماشية به بستة، واحد. وهنا كيبقى عدد العقيق كل واحد واختيار ديالو، ماشي ضروري تزاد تلاتة تزمو بستة. يعني انا ماشية بديت بستة باش تدخلوا القياس العقيق ديالكم كما قلنا عاوتاني كي الاول، وتتبعدوا شويه كما قلنا بحال هذه، غير هي تجي مخالفه، مره تتمشي على اليمين مره تتمشي على اليسار. وندخل الخيط ديالي ونجي ندخل في وسط هذه، الله نفوتها بواحد العقيقه ولا جوج وندخل في وسطها. نعاودو ناخذ سته العقيقات، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. نفس الطريقة، المرة مشيت على اليسار دابا نمشي على اليمين، نخلف غير شوية على الخط اللي رسمت وندخل ونرجع عاوتاني نفس السطر اللي مرشو، وغنخلف هادي بواحد جوج عقيقات، غندخل الإبرة ديالي. عاود نفس الشكل، ستة، وحنا ماشيين هكدا حتى كنسدوها. وهاد الشكل، هذا الموديل، هاد الشكل هذا نقدروا بحال دابا هنايا في التالي نديروا شي توبي ولا شي حاجه. نحاول ندير لكم شي توبي باش الا بغيتوا تخلفوا الموديل بحال هكذا زعما تخدموا، تقدروا تخدموا في الاول بلون، ديروا ثلاثه في لون وثلاثه الثاني في لون اخر، باش يجيكم اللون اللي على برا في لون، واللون الدخلاني يجيكم شكل اخر. انا نحاول ندير معكم بالتوبي، ندير معكم شي حبات بالتوبي وشي حبات هكذا. نجيو نديرو التوبي في الراس ونفس الشكل، يعني غير هاد الشكل ديال الضفيرة يمكن تخرجو منو أشكال وأنواع. ونخرجو غير شوية ونجبدو نفس الطريقة، نرجعو السطر ديالنا الأول ونخلفو جوج ديال العقيقات، نعاود نديرو ستة ديالنا. المهم غير باش بدينا نبقاو به عدد العقيق، نبقاو به أربعة، خمسة، ستة. دوبي نخلفو شوية وندخلو الإبرة ديالنا. ها الشكل ديال الضفيرة تبدل نفس الطريقة، واحد، جوج، ربعة، خمسة،
تحاولوا تمشيو على نفس الخط من هنا فين غتحط فين كتخرجوا هنايا، تمشيو تحاولوا بحال دابا في البدايه رشموا ثلاثه ديال الخطوط في قياس واحد باش تحكموا في هنا باش ما تخرجوش شي بزاف وما ولا تجوا داخلين، باش تمشيو على نفس الخط. نحاول نجيبوه مع هذا السطر هذا ونخدمو. شفتو الشكل ديال الضفيرة كيتبدل؟ هنايا جاية غير بالعقيق، غير بالعقيق المكور بوحدو، هنا دخلنا مع هاد التوبي دي بدلات الشكل. دابا ندخلو معها لون آخر باش يجي جوج لوان، يجيو فيها جوج لوان. هنا كما قلنا غادي نقسمو العقيق، غنديرو جوج لوان فيهم، غنديرو ثلاثة حمر واحد ولا اللي عنده. دابا غنوريكم الشكيلات ملي تكونوا كتخدموا يبان لكم شكل كل واحد وشنو غيجي فيه. المهم غير اللي جاتك في الدماغ جربيها، جربي وتعطيك شكل. تبارك الله موجود ما يدار في هذا الشيء العقيق. احنا درنا ثلاثة ثلاثة، ثلاثة حمر ثلاثة زرق. نزيدو نكملو هاد الدوبي بحال الاخر. ثلاثة زرق، واحدة الدبي ولا الزمرد على حساب كل واحد اش كيسميها. شتو كي جات في الوسط؟ نكملو هكدا، الوسط كله غادي يجينا في لون والجناب في لون شكل واحد. يمكن دابا حنا خرجنا منه ثلاثة د الشكل، نقدر نخرجوك كتر. هاد الضفيرة خرجنا فيها الضفيرة سامبل، الضفيرة بالدوبي في الراس، والضفيرة جاية بجوج لوان مقسومة. نحنا كملنا هاد الشكل هذا، شتو كي جاب بجوج لوان الأحمر والزرق. تقدو ما تبقاش ملتزمين بالنص النص، بحال دابا مرة ديرو جوج، مرة ديرو ثلاثة، مرة باش يجي الآخر هكدا مزيكزاكي. المهم انتي كتخدمي وانتي تبتكري وتتخرجي راسك. دابا تنعطيكم النقط الاساسيه وشي حويجات اللي